ايه الحركات القرعه دي؟ راح فين الواد ده؟ يا نهار السود. الحمد لله على السلامة يا سلطان. كنت فين يا نوح؟ أنا جيت قبليك بس رحت عند خرشد عشان أتأكد إنه حط الكافور للرجالة في العشاء. خرشد؟ خرشد في التلاجة؟ ليه خايف يا أحمد؟ لا هو أنا كنت قاعد هنا والجو حر فقلت أخش أطري على نفسي في التلاجة في الجو حر هنا. أنت كذاب يالا. التلاجة دي ما بتشتغلش بقالها أكتر من 30 سنة، وأنت اللي قايل الكلام ده بلسانك. ما تحورش يا نوح. أنا كنسها ومسحها. التلاجة؟ الدنيا! أنا هروح أنام عشان أتأخر. أقف عندك. إيه؟ سلطان بغير يا سلطان. استركل! لا. أوعى! أوعى! ايه ده؟ اقول لك ايه يا سلطان؟ شاي. وبترزعها لي في وشي كده؟ اخويا انا مدمن مخدرات؟ بتضرب شاي؟ يا نهار اسود! اسمك عدك يا نوح. ما تجريش ولا بكلمك. ما تجريش يا ام الحجر. امتى ده؟ انت ماسك خنجر. بتضرب شاي في المعسكر؟ انا مش مانعه يالا. اهو اي حاجه بنفخ فيها قرفي. ما انت قافلها علينا يا سلطان. انا تعبت يا اخي. تعبت. انا هحاول ابقى هادي وحكيم. طب ابعد بس حكمتك دي عني. وهعمل زي ما ابوك قال في الكشكول الازرق. ان كبر ابنك خويه. بس انا اخوك. هتمشيها ابنك ولا فلاك نصين؟ لا هتمشيها ابني. ما انا اخوك بس زي ابنك.